الدور ديالي نقدر نقول كلمه واحده اغيفيست. داكشي علاش لا سانا غيان افوا. انا هاد الشخصيه اللي مثلت كنعرفها مزيان، كنعرف بزاف د البنات بحال هاد الشخصيه اللي كندير. شخصيه جايه من واحد لو ميليو في شكل ولقات راسها في ان ميليو في شكل. داكشي علاش بدلت اللون شعري، يعني خصني يكون كان خاصني نكون قريبه بوكو بلوس للشخصيه بلي ديتاي ديالها. بيان سور الحماق ديال الضحك، انا كنقول لك السيناريو كنت كنقراه وكنموت بالضحك، ما بالكم اللي غتفرج. بطبيعة الحال هذا العمل هذا اللي تكتب في 2014، اللي جاتني الفكره ديالو في 5 في شهر 12 2014، بالضبط نهار عيد ميلادي، لانه الا بغيتي تجيبي لي كادو نهار 5 في شهر 12 هي انت معلومه بها. بديت الكتابه ديالو في 2014، ومن تما وانا تنكتب دخلت معايا بزاف الناس اللي كتبوا باش يعطوني الراي ديالهم. دخل معايا السي مصطفى قمي، ايوب ادريس، سعيد وديع، كريمه الحوس، محمد امين الاحمر، ياسمين بن حموم، مجموعه ديال الناس اللي عاونوني في الكتابه ديال العمل باش يعطيوني الاراء ديالهم، لانه هو الجمهور الاول اللي هما حيت هما اللي معايا يوميا في البيرو، هما اللي تنشوفهم بزاف وتنبارطاجيو معاهم افكار وتعطيوني لي روتور ديالهم. من 2014 وانا تنكتب وصلنا ل 13 ولا 14 نسخه من الفيلم. اليوم كتاب اننا نصوروه من بعد ما لقيت المونتاج اللي تقفيه وتقف العمل ووفر الامكانيات، وقادر انه يوفر الامكانيات اللي خاصني باش ندير، لانه انا واحد السيد في خدمتي شويه اكزيجون. شنو هي اكزيجون؟ هي مليح جدا، يعني ما تنديبانيش، ما تنبغيش ندير، لانه ما تنبغيش نضحك على الجمهور، تنبغي ندير عمل فني يليق بمستوى تطلعات الجمهور اللي كيتسنانا دائما. واليوم الحمد لله هاد الناس، يعني هضرنا اليوم على الفيلم من 2014 وانا تنهضر الى حدود الساعه، نهار يخرج يخرج في احسن صوره، في احسن اخراج، في احسن ايطالوناج، وداك الشيء اللي حنا مقاتلين عليه دابا. الدور ديالي هي الزهرة، أم البنت وولد ضعاف في كل شيء، كاين واحد الهشاشة كبيرة ماديا ومعنويا، كتكافح من أجل وليدتها، ولكن الظروف والزمان كيقهر وكيشتت هذيك العائلة، الشيء اللي كيخلي بأن داك تشتات الأولاد كيبعدوا على السيطرة ديال العائلة، إذا كيوقع فيها خلل كبير بزاف خلقي، وشحال الحويجات اللي هي حقيقة كتضر بالمجتمع ككل، ماشي العاد العائلة. حنا مشينا لواحد الوسط اخر اللي فيه واحد العدد ديال الناس اللي هي مقهورة زعما بكل صراحة. الفيلم بحكم انه فيلم شبابي، انا مجموعة ديال الممثلين والابطال ديال الفيلم فهم شباب، يعني ماشي ميم با ما جينيراسيون، صغار عليا شي شويه، فلو رول مختلف على الادوار اللي قدمت من قبل. دور شويه شبابي بحكم انني كيف قلت لك مع شباب، دور مختلف، كوميديا من نوع ثاني، شكل ثاني ديال النظره السينمائيه، عمل مختلف جدا على العمل اللي قمت به من قبل، وانا جد فخور وفرحان بزاف انني فات العمل. الدور ديالي هو الدور ديال نسرين، اخت طاليس وبنت لاله فاضله بن موسى وسي عبد اللطيف الخمولي، اللي كان ليا كامل الشرف نمثل معاهم بثلاثه. الدور ديالي الدور ديال واحد الفتاه شعبيه ساكنه في الكاريان، والديها ما فحالهمش، كتخدم باش تصوفي والديها، كتخدم باش تصوفي زعما توفر لهم داكشي اللي ما قدروش عليه، سورتو ان الاخ ديالها ما خدامش، وما نقدرش نقول شي حاجه اكثر من هذه لانه الا قلت هذا الشيء غادي نحرق الفيلم. دوك المهم هذا الشيء اللي كاين اون جينيرال. فوالا الفيلم ديال الاخوان، انا عندي فيه الدور ديال واحد الانسانه
كطلب كنطلب ولكن الابن ديالي ما تيبغيش ما رضاش بيا باش ولا وانا كذلك انا كنطلب وما راضياش براسي نقول انا طلابه. الدور ديالي هو واحد الرجل تاري ومريض وعنده زوجة متسلطة اللي هي كتدي الكلينيك كيبداو كل نهار كيفتحوا ليه كل مرة كيبداو كيتهزوها بالأموال اللي عنده فكتستمر هذه القضية إلى أن كتوقع شي حاجة. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.